أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول رجل: إن كان حبك ذنب ما جيت أطلب التوبة. نعم. يقول: إن كان حبك ذنب ما جيت أطلب التوبة، هل هذا الكلام فيه كفر؟ من اللي يقوله؟ إيش يقول؟ يقول رجل يقول: إن كان حبك ذنب ما جيت أطلب التوبة، هل هذا الكلام؟ وما هنا غير هالرجل واجد اللي على هالشاكلة، واجد الضلال، واجد الفساق، واجد المجان، واجد الكلام في هذا. استمع للأغاني في الإذاعة وتشوف المجون، وتشوف الشر، وتشوف الانحراف وفساد الأخلاق. هذا ديدنهم، وهذا مذهبهم، ما هو بهذا غريب. نعم.